ننتقل للفقرة الثانية اللي على أساس معقدة ضمن هذا الفصل. طيب هذا الفصل بتلاقي الطلاب AOI والOCT هدول ما حدا عم يفهمهم، يعني بتلاقيهم عم يحضروا عند دكاترة الجامعة ويصنع تسجيلات وعارف شو لك ما فهمناهم بالأخير بس ننهضر. كيف فهمنا AOI وفرفطناه؟ الأسئلة عليها بتجي أبيخ من البياخة بس تعتمد على الفهم. إلا بتعتمد AOI أو التصوير الضوئي منصوب لأمواج صوتية على مثل ما قلت لك السؤال اللي تبع إنه موجة فوق صوتية مبقرة، بتعتمد على أربع خيارات، بتعتمد على تغيير قرائن الانكسار، يعني أسئلة جدا 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 بايخة. بتعتمد على الانتثار بيكون أقل ما يمكن للموجة فوق الصوتية ولا الموجة الضوئية، موجة فوق صوتية انتثارها هي أقل، عشان هيك أنا بستخدمها لفوت لجوا. أسئلة ولا أسخف مني، مع ذلك خصصناها كلها، شو ما بحب يجي بيجي مع كيفه. نفس الشيء رح نسويه مع الـ OCT، رح خلصت من الفيديو تطلع فهمانه، حول لك الفقرة من بعبع الطلاب مع العلم هي كثير سهلة يعني. اسوي لك اياها سهله مثل اي فقره عاديه تفهمها مني، بتروح على الكتاب كم دقيقه هيك مع هايلايتر بتسجل ملاحظاتك بتحط على الارقام كذا كذا بتخلص معك بسهوله. الاو سي تي اوبتيكال كوهيرنس توموغرافي، يعني في عندي مسح ضوئي ترابط، يعني في عندي انا ضوء مترابط، التصوير بالضوء المترابط. شو هذا الحكي؟ ضوء فرن ببلش لك انه انا بالاو سي تي عم اكشف على عمق نسيج حيوي مثل الشبكيه. اسم الاو سي تي يطلق عليه الخزع الضوئي، نبضات قصيرة من تحت أحمر من مرتبة الفيمتو ثانية، فيمتو ثانية يعني 10 قوة ناقص 15 ثانية، ما بظن في حدا منكم هلا ما بيعرف هذا الشيء. هو عبارة بيشبه تصوير صدى، يعني هو عبارة عن تصوير صدى، يعني لأنه نمط التشغيل تبعه نفس أو يعني طريقة العمل تبعه نفس تصوير الصدى اللي هو أمواج فوق صوتية، اللي هي موضوع فصل 17 اللي هي بكل بساطة ببعث موجة فوق صوتية نفسه الترجام ترانسديوسر. قد الفاصلة طولانية وعرضانية، طولانية سنتيمتر، عرضانية مليمتر. هلا هي رح تتكرر هون هذا من الرسمة. فببعتها بالترجم ترانسديوسر حسب الممانعات الصوتية بترتد لعندي، فبرجع أنا بكشف عنها. فهون نفس الطريقة أحصل على مسح توموغرافي هلا حسب اسمه أو سي تي، تي يعني توموغرافي. فنفس الشيء نفس طريقة التصوير الضوئي، ولكن بدل الأمواج فوق صوتية عم نستخدم نبضات قصيرة من تحت الأحمر من مرتبة الفيمتوثانية، النبضات يعني جدا جدا قصيرة. وبلش يفتح لك المقدره الفاصله وبلش يعطيك انه بتعتمد على الامتصاص والانعكاس تبع النسيج و انت ما رح تفهم شيء. انا بلاك رح تضيع مثل ما انا ضعت مثلك السنه الماضيه، انت اذا قريت هذا الحكي فورا بكتاب رح تضيع. طيب خلينا انا وياك نراجع فكره وردت معي انا بالفصل الثالث انا اعتقد صفحه 88 يمكن 88 89 اسمها فقره مقياس مايكلسون التداخلي، وقبلها كان في فقره اسمها تجربه شقاء يعني. خلينا نراجعها بشكل بسيط برأيي انا، بس خلص من هذا الفيديو رجع لها، بيجوز ما هلا انت بيجوز نسيانه، احتمال كبير نسيانه عادي عم ذكر فيها. خلص هاي القرار رجع رجع بدون ما تحس هيك، خليتك راجع صفحه من الفصل الثاني. شغله كثير بسيطه ما في شيء. شو بيحكي لي مقياس مايكلسون التداخل؟ قال لك بكل بساطه عندي انا منبع ضوئي معين، عندي هون ليف ضوئي، ليف ضوئي حكينا انه عباره عن بينثر الضوء بيكسر الضوء يعني بيغير لي مساره، ما في شيء معلومات هي فصل ثالث تمام. عندي مرآتان عاكستان، كان مسمي لك بالكتاب حسب الرسمي كان ام واحد ما بهمني، مرايتين وكاشف. مقياس مايكلسون التداخلي قال لك بكل بساطه انا ببعت ضوء من المنبع، الليف الضوئي بيشتغل اسمه ليف شاطر للحزمه، يشطر الحزمه لحزمتين متساويتين الشده. شو يعني شدة؟ يعني عدد فوتونات، هي صارت بديهية، شدة يساوي عدد فوتونات، شدة يعني عدد فوتونات، يعني أحمر خافت أحمر شديد. فبيشطر لي الحزمة ليف شاطر للحزمة بيشطر ليها لحزمتين متساويتي الشدة، يعني متساويتي عدد الفوتونات، يعني بعثت 100 فوتون بيبعث لي لهون 100 لهون 50 عفوا، بعثت هون أنا مثلا 100 فوتون تمام؟ يعني إم تساوي 100. كلها على شكل الفهم ها؟ يعني مهم جدا. 100 فوتون بيعطيني لهون 50 ولهون 50 على المرايتين، مرايتين عاكسين بشكل كلي، يعني مرايتين عاكستين بشكل كلي، فبيرجعوا لعند الشاطر وبيجوا شاطر الحزمه بيجوا لهون لعند الكاشف بكشف عليهم، قال لك نتيجه انزياء اهداب التداخل، فبحسن انا احصل على صوره واكشف عنهم و الى اخره. شو يعني انزياء اهداب التداخل؟ يعني كان عندي هي الموجه هون انا كنت بعتها هيك، هي ال 100 فوتون هون، هي صارت عندي هيك 50 فوتون، هي طلعت هيك 50 فوتون، هن وراجعين
هون كانوا مترابطين، كانوا كلهم سوا، ال 50 فوتون الاول مع ال 50 فوتون الثاني. هل يا ترى هن راجعين؟ خليني هات لك اياها بالاحمر. هات تبع الاحمر. هل يا ترى هن راجعين؟ رح ممكن يضلوا محافظين على نفس العلاقه؟ قال مو شرط، قال هذا الشيء بيعتمد حسب بعد ال، يعني ممكن يكونوا هيك حسب بعد المرايتين. فبحصل هون انا على عند الكاشف كانوا مترابطين، كان تداخل بينهم هدام، هون طالع نازل هون طالع نازل، فهون صار في عندي انزياح بهذا التداخل. كنت احصل على مثلا هد بنيه هد بعاتب من حد فورا، هد بنيه هد عاتب، هد بنيه هد عاتب الى اخره، فانزاحوا شوي مثلا. فعن طريق انزياح هذا التداخل بحسب اعرف انا شو صار عندي هون انا. هل يا ترى هون بعيده كثير، هون بعيده شوي، هل يا ترى هي المرايه ما انعكست بشكل كلي مثلا، فما رجعت لي بشكل كبير، فقلت عدد الفوتون، وبالتالي عن طريق انزياح اهداف التداخل الفرق بالترابط، فرق المسير الضوئي، فرق المسير بيناتهم، هي كانوا سوا انشطوا بعدين رجعوا اجوا على الكاشف، فبجوز هو راح هيك مثلا يشوف كانوا مترابطين سوا. طلع لي هي انظر هون على الالمين، كانوا مترابطين سوا، راحوا لعند شاطر الحزمه، راح رجعوا مثلا هذا هيك رجع، رجعوا هلا رجعوا شاف الحزمه بده يروحوا لعند الكاشف، قام رجعوا هيك، فليك كيف صاروا؟ فعن طريق انزياح اهداب التداخل بحسن اعرف انا شو صار عندي بالحزمه، بحسن اعرف وين صارت الحزمه. بمقياس ما كيسم التداخلي قالوا لك بستفاد من هذا الشيء بتصوير الشبكيه بتقنيه اسمها او سي تي، وقت انت ما كنت فهمانه قال لك اول شيء الفصل 10، اجينا الفصل 10، شو قال لك الفصل 10؟ قال لك يا معلم بكل بساطه شلي هي المرايه، ايه شو حط بدالها؟ حط لي بدالها شبكيه، هي هون مثلا منطقه النقطه العمياء خروج اللي في العصب البصري هون مثلا اللطخه الصفراء، هذا الشيء بكل بساطه هي تقنيه او سي تي، شلت مرايه حطيت بدالها شبكيه عن طريق انزياح اهداف التداخل، فرق المصير الضوئي، شوف الحزمتين اللي طلعوا عندي على الكاشف، بحسن اعرف انا مدى عمق الشبكيه، بحسن اعرف امراض الشبكيه، جلوكاما، توذم بقعي ولا تنكس بالبقعه مرتبط بالعمر ولا ثقوب بالشبكيه، امراض عينيه بصريه لا عكوسه بكشفها بشكل مبكر قبل ما تصير لا عكوسه، لا عكوسه يعني ما عاد ترجع، يعني خلص المريض بيفقد البصر تبعه، فعن طريق هي التقنيه بحسن احسب اعرف اذا عندي مرض بالشبكيه بشكل مبكر، لك مثلا اكشف عن مورفولوجيه الشبكيه، مورفولوجيه هو علم شكل الاعضاء، توصيف الاعضاء كشكل، فمثلا اعرف شكل الشبكيه هل هي عميقه كثير؟ هل هي في عندها زياده تحدب؟ في عندي مشكله معينه؟ ثقب معين؟ توزن شبكيه؟ جلوكاما؟ كلها هي امراض شبكيه، احكي لك اياها بالاخير بحسن اكشف عنها. هاي هي بكل بساطه هي الاو سي تي. تعال نشوف بقى البهارات تبع تيك توك، اسئلتها طبعا سهله بسيطه جدا تعتمد بس على الفهم. الاو سي تي قال لك مثلا اكشف على عمق نسيج حيوي مثل الشبكيه. اسمه خزع ضوئي، شو يعني خزع ضوئي؟ بنهايه الفصل 9 حكى لك خزع ضوئي، قلت لك ما رح تفهمه. شو يعني خزع ضوئي؟ خزع يعني انا عندي نسيج معين مثلا رئه، في عندي مرض معين، بدي المريض كثير مدخن، فبدي اخذ خليه من الرئه، شوف شو وضعها، هل هي يعني شو المشكله اللي جواتها؟ فبعمل عمليه خزع، يعني فوت ملقط بسحب خزعه، باخذ نسيج كم خليه من الرئه بدرسهم تحت المجهر. فهي اسمها خزع ضوئي، يعني هل يعطي انا شبكيه بفوت ملقط لجوا وطلع منها خليه؟ اصلا شبكية من غير حساسه جدا، يعني انت هيك لعند نفسه البني ادم، فاسمع خزع ضوئي، نفس الخزع كانك اخذت خليه ودرستها ولكن معتمد على الضوء، يعني بدون تماس، بعمل مثل النسيج، النسيج بموضعه، الشبكيه ما بحركة انا ببعض الضوء بينعكس بشوفه على الكاشف بعرف شو اذا عندي مشكله ولا ما عندي مشكله، خلال الزمن الحقيقي، شو الزمن الحقيقي؟ زمن يعني بشكل مباشر، ببعض الضوء اللي الضوء بشاطر حزن بيروح بيرجع، بحسن اعرف انا شو وضع الشبكيه، عمق تبعها، فيها امراض تبع ثقوب البقعه، الوزمات، الجلوكاما، امراض الشبكيه بشكل عام، هي هو عباره عن تصوير صدى بيعتمد نفس مبدا الصدى، اني انا ابعت واستقبل، ابعت ينعكس استقبل نفس الصدى، ولكن بدل الامواج فوق صوتيه نبضات قصيره من تحت الاحمر من مرتبه الفيمتو ثانيه يعني 10 وناقص 15 ثانيه. شو الليزر المستخدم؟ قال لك ليزر الياقوت سافاير، شو يعني سافاير؟ يعني المشوب بالتيتانيوم. حلو؟ الياقوت شو يعني؟ يعني اكسيد
الألمنيوم، المشوب هون بتتعمل بالياقوت كالعادة. خلينا نذكر فيه، هو أول ليزر تم اختراعه هو ليزر الياقوت المشوب بالكروم. نرجع على صفحة بال 180، ما بعرف ليزرات حالات صلبة الفصل 9، رجعنا في الاكتراشن. قالوا لك في عندي ليزر ياقوت مشوب بالتيتانيوم، وقت قال لك بيعطيني ضوء تحت أحمر أي آر. قال لك وقتك شو كمان؟ هو عبارة عن ليزر أنماط مقفلة، يعني ليزر نبضاته قصيرة جدا، فهو بيساعدني بي يعني اللي هو ليزر بيستخدمه بالاو سي تي. فكرة جدا جدا مهمة، معلومة مهمة ما سبق صار عنها ولكن وارد يصير عنها، يعني ما في شيء. بما انه الاو سي تي نفس نمط تصوير الصدى بيعتمد على نشاط صوتي، فطبيعي رح يكون في عندي مقدرة فاصلة عرضانية وطولانية. حكينا عن الصدى نشاط صوتي، في عندي طولانية وعرضانية، تمام؟ حكينا هذا الشيء رح تفهمه بالفصل 15 و17. هو بيشبه الصدى، طبعا هذا سؤال دورة، شو التقنية اللي بتشبه او او سي تي تقنية بيشبه شو؟ سؤال دورة. هو عبارة عن خزع ضوئي، سؤال دورة. نبضات قصيرة تحت حماية فيمتوثاني، سؤال دورة. يعني ليك ما ابي اخوان عم يجيب شغلات جدا 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 بارفة، اصلا فقرة كلها بارفة، جيب شو بده ما عندك مشكلة. فعندي مقدرة فاصلة عرضانية وطولانية. الطولانية او خلينا نبلش بالعرضانية، العرضانية هي عبارة عن العمودي على الجهة العمودية على جهة انتشار النسيج. حكيتك شرحت لك اياها وحطيت لك اياها هون على الفيديو الماضي. يعني هي نسيج عمودي على جهة انتشار الضوء، فبيميز ابعاد بين هالضوء، هي اسمها مقدرة فاصلة عرضانية. تعتمد على قصر الاطوال الموجية، مقدرة الفاصلة مثل المجهر الضوئي. كل ما قللت الطول الموجي، يعني انا زدت التواتر، يعني بكشف على شغلات اصغر، هي مقدرة فاصلة عرضانية. قال لك اكبر ب 1000 مرة من الالترا ساوند. هلا رح نحكي عنها او سي تي كمقدرة فاصلة اكبر منها ب 1000 مرة من الالترا ساوند. هي مليمتر المقدرة الفاصلة العرضانية، تقدر بالمليمتر. عندي مقدرة فاصلة طولانية تعتمد على، لا هون لحظة، لازم العرضانية لازم يكون، لحظة بتذكر هي اكيد العرضانية، مو لان في غلط. العرضانية ميكرو متر والطولانية مليمتر، هي بتكشف بتفوت لعمق. طولانية يعني بيدلني على العمق اللي بيخترق النسيج. العرضانية هو الجهة العمودية على النسيج. العرضانية ميكرومتر أكبر بضرب 1000 مرة من الألترا ساوند أو مواجهة فوق الصوتية. مواجهة فوق الصوتية، فوق الصوتية العرضانية شو كان؟ عرض الطويل أكبر شيء سنتيمتر. العرضانية العرض بيكون قصير معناتها مليمتر. فمن الميكرومتر للمليمتر تقريبا 1000، فهو أكبر بـ1000 مرة بالمقدرة الفاصلة. بتعتمد العرضانية بتعتمد شو؟ على قصر طول الموجة. مقدرة الفاصلة الطولانية بتدلني على العمق اللي بيحسن يفوت له النسيج. فبيحسن يفوت اللي بيحسن يفوت الضوء، فبيحسن يفوت الضوء الليزر تبع ليزر تيتانيوم المشوب ب ليزر الياقوت المشوب بالتيتانيوم، بيحسن يفوت ل مليمتر. قال لك بكل بساطة بيحسن يخترق شو اسمه؟ الضوء الاو سي تي، كرينت او سي تي بتحسن تخترق او تصور 2 ميكرومتر بس، تخترق 2 ميكرومتر خلال 10 فيمتوثانية. المقدرة الفاصلة الطولانية تعتمد على قصر النبضات، قصر النبضات زائد ترابط المنبع الضوئي. شو يعني هذا الحكي؟ يعني أنا كل ما حصلت على ترابط أكبر، يعني الحزمة ماشية مع بعضها، فرح تفوت لنسيج أعمق، بينما لو كانت مثلا متباعدة أو التداخل بيناتها ما أنا مترابطة. مترابطة يعني إلى نفس الطول، نفس الاتجاه، نفس التواتر إلى آخره. لو ما أنا مترابطة كان رح يخف أكيد، يعني أنا كل ما شد زدت الشدة بمنطقة معينة، حزمة الليزر ضيقة، عرفت التباعد مترابطة، فبالتالي رح يزيد عندي العمق، على عكس إذا كان عندي منبع غير مترابط. زائد قصر النبضات، شو يعني قصر النبضات؟ هو ما شرحها بالكتاب، بس رح أشرحها كده بس تفهم. عندي هون أنا مثلا هي ليزر، فأنا ببساطة لما عندي نسيج معين، فأنا إذا كبرت النبضة يعني نبضت وقفت أو نبضة مستمرة، فهي صحيح ضعيف التباعد ولكن هي متباعدة، ما اختلفنا عن هذا الشيء. ما في منبع ضوئي بدون ما تطلع على سقف الا رح يكون حزنته رح تتباعد او رح تنعرج بزمن معين، فهي ضعيف التباعد رح يعني عجل ام اجل رح تتباعد. بينما اذا كانت النبضه قصيره جدا 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 مرتبطه فهمته ثانية، فورا بعطي نبضه بوقف، فنوعا ما خففت تباعد الحزمه، خففت تباعد الحزمه، بالتالي انا حصلت على عمق اكبر، على مقدره فاصله طولانيه اكبر، تمام؟ قال تمام. بطريقه عن طريق هي او كيف بحصل على الصوره بهي التقنيه؟ عن طريق قياس زمن ذهاب واياب الموجه،
مثلا انا عندي هي اسمها شيء مرجعي، يعني هي اسمها مرآه مرجعيه انا حطيتها ضمن نفس مستوي الشبكيه. يعني هون شوفها بالكتاب، هو الكتاب حاطط اياها يعني قال هيك ورجيكم كيف بعطنا ضوء لهون، هو لازم شو انه بنفس المستوي يعني نفس البعد، حافظ على نفس البعد تمام. عندي هون انا حزمتها بهون، يعني هون صار عندي 50 مثلا بنفس السؤال هون 50 فوتون، بحط مرآه مرجعيه عاكسه بشكل كلي، ببعث لها 50 فوتون بترجع لي 50 فوتون عاكسه بشكل كلي بنفس مستوي النسيج المدروس. يعني انا هون شبكي بعت 100 فوتون، شاطر الحزمه شاطر لي اياها لحزمتين متساويتين الشده، فواحده بتروح الشبكيه واحده بتروح المرآه المرجعيه، المرآه المرجعيه رجعت استقبلتها. هون بحسب الزمن، يعني هون راحت ورجعت انا حاسبها لازم تروح وترجع والله بثانيه واحده بثانيتين. هون والله طولت اكثر، قديش طولت؟ بجزء من الثانيه، معناته هون انا في عندي عمق زياده احسن احسب عنه صح ولا لا؟ اللي هو عمق النقطه العمياء، عمق بالشبكيه، تعرجات اللي جوات الشبكيه. حسنا انا عرفنا انه ممكن يكون في عندي امراض بالشبكيه. فطريق زمن ذهاب واياب الامواج زائد شده هذه الامواج. قال لك بتعتمد هي التقنيه على الامتصاص والانعكاس، بدايه بتعتمد على امتصاص وانعكاس الامواج. انا مع امتصاص ماني موافق بشكل كلي، يعني انت هلا رح تشوف امتصاص رح تقول غلط، فكر في غلط بالكتاب او رح تقول في غلط بالشرح. وبصراحه يعني حكينا انه النافذه الضوئيه او مجال تحت الاحمر امتصاصه تحت الاحمر قريب، امتصاصه اقل ما يمكن ولكن موجود امتصاص، وبالتالي مو شرط تبعت 50 فوتون يتم انعكاسهم بشكل كلي، رح يتم امتصاص شوي منهم. تمام؟ بالتالي يعتمد على الامتصاص والانعكاس، الانعكاس اهم، هو الانعكاس اللي بيعطيني صوره، الامتصاص ما بيفيدني بصوره. وبالتالي يمتص شوي منهم بيرجع، وبالتالي ممكن يتم امتصاص. فبلكي مثلا تم امتصاص 40 فوتون، فرجع لي 10، كشفتهم هون انا، كشفت الشده، شده الاموال، شده يعني عدد فوتونات، ليك. فرجع لي هون 10، هون 50 رجعوا كلهم، هون رجع لي 10، فعن طريق الماسح شوف حاط لك اسمها جدا حلوه بالكتاب، يعني هيك ادق من هيك. فمعناته انا هون في عندي امتصاص بشكل كبير، معناته في عندي مشكله، لازم الشبكيه ما تمتص بالشكل الكبير، لازم تعكس بشكل اكبر من الامتصاص. معناته بحسن اعرف اكشف انه عندي مشكله. نتيجه قياس زمن ذهاب واياب الامواج زائد شده هذه الامواج. يعني عدد الفوتونات كشفت عنا انا، راح بعت الفوتونات 50، رجعوا لي 50، لا قديش رجع منهم؟ معناته بشوف انا عندي مشكله. زمن ذهاب واياب الامواج طولت كثير، معناته في عمق كبير. رجعت بسرعه، معناته ما في عندي عمق. فكمان هون عندي مشكله، لازم يكون في عندي عمق معين بالنقطه الصفراء، اللفه الصفراء هي النقطه اللي بيرتكز عندها الالياف العصبي البصري او بالاحرى والالياف العصبي البصري، الخلايا الحسيه البصريه العصبي والمخاريط بشكل كبير بيكون الرؤيه عندها اوضح ما بيكون. بكل بساطه شو السؤال الدوره اللي اجى عن هذا غير هذوليك؟ يعني هو اللي اجوا مع هذا بس تخيل. قال لك يعتمد على تقنيه اوكسيدي، تعتمد على مدري شو الشغله انتثار او شيء الانعكاس مقياس مايكلسون التداخلي بيزاتسي، بفلو بيزاتسي، بيعتمد على الانعكاس زائد مقياس مايكلسون التداخلي، فهمنا شو يعني مقياس مايكلسون التداخلي. طيب خلينا هون نحكي عن شغله، عندي انا خط بياني بكتاب جدا حلو ومهم ممكن ينسال عنه، حاطط لي الريزولوشن، ريزولوشن قصدي فيها دقه، يعني اذا بترجمها بتلاقي دقه او تباين، يعني اذا معناها بالانجليزي معناها الحرفي، لكن فعليا قصدي فيها المقدره الفاصله او القوه التمييزيه، قدرة الأمواج على التمييز. تمام؟ خط بياني. وهون حاط لك الدبث، الدبث يعني العمق، العمق اللي بتحسن الأمواج بتحسن توصل له. هاي قارن لك بين التقنيات الضوئية، مايكروسكوب المجهر الضوئي اللي بنعرفه، عالي قال لك يعني أحسن مجهر ضوئي، شو هو أحسن مجهر ضوئي؟ اللي بيعتمد على الأمواج فوق البنفسجية عن طريق ظاهرة التألق، ببعث يو في بيرجع لي مرئي، اليو في طول الموجة أقل من المرئي، فبحسن عمق الفاصلة أحسن نوعا ما. بعدين أو سي تي الترا ساوند تصوير الامواج الصوتيه تصوير صدى، سي تي بيعتمد على الاكس راي، وام ار اي بيعتمد على نواه هيدروجين وامواج راديويه تمام. هلا وفق العمق اي اللي بيكشف نسج اعمق بيفوت لجوا بشكل اكبر؟ اكيد السي تي سكان امواج او اشعه سينيه، بحسن صور ايد كامله جسم كامل، بحسن استقبله، بحسن احصل على مسقط هندسي. تذكر التنظير شوفوا في بحصل على مسقط هندسي ظابط 100% لشده الانتثار تبع الضوء المرئي، ضوء النافذه العلاجيه اللي هو 650 ل 950 او 600 ل 1200، مهم انه التخامد قليل اختلاف مراجع. وبالتالي الام ار اي نفس الحكي رح تشوفها بالفصل 22، بحسن احصل على صوره مسقط دماغ كامل، احصل على صوره له. بالتالي عمق الاختراق اعظم ما يمكن بهدول التقنيتين.
بعدين الالترا ساوند الايكوغرافي، بعدين الاو سي تي. او سي تي بتحسن فوت كثير لجوا المنطقه الفصليه الفورانيه، مليمتر هنيك هون سنتيمتر، بالتالي هي اكبر. بعدين الماكروسكوب، ماكروسكوب يعني بحسن صور فيه اكثر شيء خلايا، يعني بفوت بعمق خلايا واصور فيه ايد ماي، يعني خلال هضيلة تحت المجهر ما بتشوف شيء تحت، مستحيل. هلا نحكي على تزايد المقدره الفاصله. تزايد المقدره الفاصله بكتاب هذا الحكي اشبعته بحثان كثير، حكيت عنه بالفصل الاول. المقدره الفاصله اذا كانت اقل كقيمه عدديه مثلا انا بحصل على شيء افضل، يعني انا كل ما قللت طول الموجي بحسن ميز شغلات اصغر، يعني قصده فيها افضل. يعني لما اقول لك المقدره الفاصله اعلى بالكتاب قصده فيها افضل، فراد ضيع هذا الشيء كثير شرحته بالفصل الاول. فاذا بدي احكي عن المقدره الفاصله فاحسن شيء هو المنشار الضوئي، ثاني احسن شيء هو الاو سي تي، ثالث احسن شيء الالترا ساوند، بعدين السي تي والام ار اي. لحظه، هلا هدول المقدره الفاصله تبعيتهم كثير قليله يا زلمه، اشعه سينيه طول الموجي كثير قليل. بتقلي مايكروسكوب طول الموجي بيستخدم طول الموجي الفيزبل لايت، هون اكس راي هون طاقته اكبر، تواتر اكبر، طول الموجي اقل، معقول مقدره الفاصله هاد اكبر مقدره الفاصله هاد؟ بقول لك ايه. ليش؟ لانه هون ببساطه انا عم بالسي تي تقنيه تصوير سي تي اصور ايد كامله، فبالتالي الطول الموجي يعني هل يا ترى اذا في ثقوب جوات الخلايا هل يا ترى سي تي سكان بيعطيني اياها؟ اكيد لا. شلون بحصل على سي تي سكان؟ هون التباين العظم بيطلع لونه غامق ابيض، وانا نسيج الرفو هيك نص نص، شوف الثقوب اللي جواته؟ لا. بينما شيل خليه من هدول حطها تحت المجهر بتحسن تشوف الثقوب اللي بيناتها، شيل خليتين حطهم جنب بعضهم بتحسن تشوف الفرق بيناتهم بالمجهر الضوئي. بالتالي بالسي تي سكان بحسن افرق، اوكي بحصل على صوره العمق كبير، ولكن ما بحسن افرق بين شغلات صغيره بين الخلايا، وبالتالي يبقى تزايد المقدره الفاصله من الصغير للكبير سي تي ام ار اي الترا ساوند او سي تي مايكروسكوب. العمق وفق تزايد العمق ديف مايكروسكوب او سي تي الترا ساوند سي تي سكان مع ام ار اي. طبعا اذا بتطلع لعند الالترا ساوند فبتشوف انه العمق هو برافق المقدره الفاصله الطولانيه اللي هو سنتيمتر، والمقدره الفاصله او اذا بتطلع لهون وهيك لانه خط البيان اللي بالكتاب شوفوا، فبتطلع اذا بتسقطه لهون فبتلاقي المقدره الفاصله العرضانيه بتلاقيها مليمتر، نفس الحكي اللي حكيناه تقنيه تصوير اي او اي او كوستو اوبتيك ايماجي. يعني مشان عم يعد لك اياها مره ثانيه، مشان هيك احفظ الارقام نوعا ما، نوعا ما مهمه، هون الترتيب بيهمني اكثر بصراحه. تمام؟ بعدين اقول لك انا بعتمد هون على تداخلات انزياح اهداف التداخل، صح ولا لا؟ زمن التاخير او زمن ذهاب واياب الامواج. هلا في عندي قانون فرق المسير الضوء، هو المسار الهندسي ضرب طريقه الانكسار، هذا القانون رجع تكرر معك او هو مكرر معك تكرر بالصفحه 88. قبل فقره قياس مايكلسون كان في فقره اسمها تجربه شقايان، وتحسبنا قرينه انكسار الغازات، كنت ابعت ضوء على خلاء او ضوء على هواء ما في شيء، بعدين ابعت ضوء على غاز، فعن طريق هذا الشيء فرق مسير الضوئي كنت احسن احسب قرينه انكسار الغاز. اذا تذكرته لهذا القانون، ما تذكرته عادي خلص الفقره وراجعه، هيك بكون راجعت صفحتين الفصل الثالث بدون ما احس. فنفس القانون اللي كتبك اياه هون، قال لك انه انا عندي بحسب فرق المسير بين الامواج اللي بعتها واللي صرت انا استقبلها، فبحسن احسب زمن التاخير، الانزياحات، التداخلات اللي صارت عندي، انزياح اهداف التداخل، حسنت اعرف بحسب الصوره، حسنت اعرف شو عندي مشكله بالنسيج تبعي. فرق المسير الضوئي هو المسار الهندسي ضرب قرينه الانكسار، رجع حكاها، هو المسار الهندسي خلال الزمن تبعي اللي انا بعته، هو عم احسب زمن ذهاب واياب ضرب قرينه الانكسار وصلت عندي، اللي هو انا هون شو الشبكيه. قال لك لا تحدث التداخلات الا اذا كان فرق المسير اقل من طول الترابط. ما هو طول الترابط؟ اعطاك هذا القانون تبعه، ما شرح لك عنه ولا كلمه ولا عزب حاله، تمام؟ بالتالي انت بس تحفظه. طول الترابط هو نفس نمط طول الامتصاص اللي هو كان مقلوب معامل امتصاص واحد على الفا، قانون لامبر كبير. هون طول الترابط نفس الفكره تماما، ال كمان نفس الرمز ال، هو سرعه الضوء على قرينه الانكسار ضرب دلتا اف. بكل بساطه طول ترابط يعني طول ترابط الموجتين انا عم ابعثهم، اذا كانوا طول ترابط كبير يعني هي هيك مثلا وهي هيك، فبالتالي انا ما بحصل على تداخل. في عندي شو طول ترابط لكل حزمه لازم يكون، يعني انا الضوء اللي عم بعته كل ضوء كل طول موجي له ترابط حزمه معين، يعني ليزر الهيليوم نيون قال لك طول الترابط تبعه 20 سنتيمتر اذا كان متعدد الانماط، يعني بيعطيني اكثر من طول موجي، يعني انا الليزرات اغلبها فيني اعدل فيها بحيث تعطيني اكثر من طول موجي.
اذا كان وحيد النمط فهو 100 متر و 20 سنتيمتر. هون اذا كان متعدد نمط مالتي، هون اذا كان وحيد نمط مونو تمام او سنجل سميه بدك اياه. المهم 100 متر. هلا بتقول لي شو عند دلتا اف واي؟ عرض الخط الطيفي. حكينا اذا بتذكر ب لما قارنا بين اللد العادي مصباح بخار الزئبق مع ليزر هيليوم نيون، عرض الخط الطيفي اللي هو الطيف اللي بيعطيني اياه، مقدار الارتياب اللي بيعطيني اياه الضوء اللي انا امام الضوء اللي انا عم اعطيه. هون نفسه هني كان دلتا جاما دلتا لامدا عفوا دلتا لامدا اللي هو البول الموجي، وبدل البول الموجي تواتر نفس الحركه. بعده قال لك ويقدر بعد هذا قال لك اللي هو عرض الخط الطيفي قال لك يقدر بليزر هيليوم نيون هيليوم نيون 20 سنتيمتر اذا كان متعدد الانماط، اذا كان سنجل وحيد النمط 100 متر. فانت رح تفكر انه عرض الخط الطيفي هذا هو اكيد لا هو بيقصد بصراحه هون يعني حكي الكتاب مبين كانه عرض الخط الطيفي، لكن انا برايي خطا. عرض الخط الطيفي 20 سنتي او 100 متر، الضوء العادي ما في هيك عرض الخط الطيفي، فما بالك ليزر. ليزر هيليوم نيون كان عرض الخط الطيفي تبعه جدا قليل، يعني كان 2.3 نانو متر على ما اذكر كان وقت الجدول. ف يعني هذا الشيء اللي بيميز الليزر انه حزمته يعطيك طول موجي محدد، النقاوه العاليه وقت قال لك بالكتاب، بالتالي هذا قصده فيه طول الترابط هون مو عرض الخط الطيفي فانتبه. فبكل بساطه معلومه نظريه، تداخلات ما بتحدث الا اذا كان فرق المسير اقل من طول الترابط. شو هو طول الترابط؟ سرعه الضوء على قرينه الوسط بدلتا اف. هلا خلينا بقى شوي بس هون هيك فكره هيك خارجيه بس، يعني بس شوي لتركز الفكره. زمانك يعني اذا ما عجبتك الفكره بلا فصل، بكل بساطه في عندي انا طول ترابط، فاذا بدي احصل على تداخلات فبالتالي طبيعي بدها تكون عندي انا التداخلات او فرق المسير بين اهداف التداخل ضمن حدود طول الترابط، وبالتالي ضمن حدوده يعني اقل منه. بكل بساطه هيك بتحفظها معلومه نظريه. اذا هون دلتا اف او التوابع هو شو؟ هو مقلوب الضوء، وهو شو كمان؟ سي على لمضه، صح ولا لا؟ سي على لمضه، اذا حطيت هون ان هون سي، شلت سي مع سي، طلعت لمضه لفوق فلمضه على ان. معنى طول الترابط لمضه على ان لازم فرق المسير يكون مساوي، يعني فيني اقول لك اذا شلنا ان من تحت فريق الانكسار لازم يكون عندي ضمن حدود تداخلات ضمن حدود الطول الموجي. شو يعني؟ طول الموجي هو نفس الدور بس بالمكان، يعني انا عندي هاي موجه معينه ضمن شو رح يكون على المتر انا تمام؟ فراحت رجعت اسمه شو؟ لمضه طول موجي، صح ولا لا؟ على صح. بالتالي ضمن حدودها لازم يصير في احصل على تداخل. اذا كان عندي موجه هيك والله والثانيه هيك طويله والثانيه هيك بس والله حصل على تداخل، لكن هذيك الموجه قديش كبيره؟ لازم يكون فرق المسير بيناتهم اللي هو المسار الهندسي ضرب قرينة الانكسار الوسط ضمن حدود طول الترابط، لان اذا عوضت فيه رح احصل على لمضة على ان قرينة الانكسار. ما عجبتك الفكره؟ ما فهمتها؟ يعني نوعا ما هو ما شرح لك شيء عن طول الترابط. بكل بساطه التداخلات بتحدث بس كان عندي فرق المسير ضمن حدود طول الترابط، يعني اقل من طول الترابط، هي هي بكل بساطه. هذا حكينا كلياته. طبعا قال لك شو؟ انه قال في لها مستقبل باهر تقنيا بالتوليد والله بالامراض الجلديه والامراض القلبيه، لها مستقبل باهر. ما بدي ما هي نظريه قليله يعني. هي كلها الاو سي تي، اعاده سريعه الاو سي تي تعتمد على الانعكاس ومقياس ماركلسون تداخلي. شلون؟ مقياس ماركلسون تداخلي كنت ابعث حزمه على الياف شاطره للحزمه، فالحزمه تنشطر لحزمتين متساويتي الشده، يروحوا ويرجعوا استقبلهم احسن احسب فرق المسير وانزياح اهداف التداخل. قال لك شيل لي المرايه الاولى وحط بلالة شبكيه او النسيج اللي انا عم ادرسه. فنتيجه بحسب انا زمن ذهاب واياب الامواج، بحسب شده الامواج يعني عدد الامواج اللي اجت عندي، فبحسن احصل على صوره لهذا النسيج. شو اسمه؟ بحسن احسب او اعرف اذا في عندي امراض بالشبكيه. شو هن الامراض؟ توذمات بقعيه، تنكس بالبقعه مرتبط بالعمر، جلوكاما، امراض بصريه بتشوف عنها بشكل مبكر قبل ما تصير لا عكوسه. شو يعني لا عكوسه؟ يعني ما ترجع بصر، يعني اذا صارت ما ترجع بصر، فبتكشف بشكل مبكر تمام؟ تكشف لي على مورفولوجيه الشبكيه، يعني مورفولوجيه يعني علم شكل الاعضاء، علم وصف الاعضاء، فبتكشف لي بتكشف لي على شكل الشبكيه، هل يا ترى تعرجاتها ظابطه؟ فيها تعرجات كثير، هل العمق تبعها كبير مو كبير الى اخره، عن طريق شو؟ زمن ذهاب الايار، انزياح اهداف التداخل وشده الامواج اللي انا عم استقبلها. اذا بتقص لي عمق النسيج الحيوي هي عباره عن خزع ضوئي، يعني بتعطيني نفس معلومات الخزع ولكن بدون خزع، خزع ضوئي، يعني بتعطيني ضمن زمن حقيقي يعني بشكل مباشر فورا ببعث ارضى فورا بفوت عندي بصورك او سي تي فورا بتحصل على النتيجه،
نسيج بموضعه دون تماس، يعني هو عملية خزع ضوئي، يعني بيعطيني نفس معلومات الخزع ولكن دون تماس، إذا خزع ضوئي. هو طريقة العمل تبعه نفس طريقة تصوير الصدى، طبعا تصوير الصدى خليني أذكرك بالأو AOI B-Mode B-Mode وقال لك بالكتاب سلم الرماديات ما بعرف شو شكرا ذكر لك المين. فإذا ما فهمت هي بتفهمها في 17، لكن بكل بساطة لما أبعث أنا ممكن أنا تصوير صدى ببعث على النسيج برجع بستقبله، فلما أبعث برجع استقبله المنطقة اللي ممانعتها الصوتية عالية بتعكس لي بشكل كبير، فبحصل على الفوتون بيلون لي لون أسود 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 أسود. منطقة بهي بعثت ورجعت، منطقة ممانعتها الصوتية نص نص، فبحصل على لون رمادي نوعا ما، هيك رمادي. منطقة ما فيها ممارعة صوتية فبترجع بدون فوتونات، فمنطقة بيضاء. هي اسمه سلم الرماديات بين الأبيض والأسود. في فرق، في تباين باللون، أسود رمادي غامق رمادي فاتح أبيض. سلم الرماديات هو ها بيعتمد عليه نمط بي مود التصوير فوق صوتي. كان عندي ثلاث أنماط A و B و T M بتعرف عليهم في 16، بس إذا ما فهمت بتذكرها. OCT نفس طريقة تصوير الصدى، هو سؤال دورة إني أبعث واستقبل، ولكن بدل الأقماش فوق صوتية نبضات قصيرة من تحت الأحمر، النبضة 10^15 ثانية، يعني فهمتوا ثانية. هذا الشيء يعطيني ليزر الياقوت المشوه بالتيتانيوم. رجع له ليزر، هو ليزر حالات صلبة، رجع له ليزر حالات صلبة. قالوا لك عنه إنه هو ليزر أنماط مختلفة يعطيني نبضات فائقة القصر، لذلك هو بيفيدني بالOCT. اسمه ترابط، تعالي بتحصل على ضوء مترابط، وبالتالي ترابط شو بيفيدني فيه؟ النبضات القصيرة. مقدرة فاصلة مثل التصوير مثل الأماش الصوتية، يعني عرضانية وطولانية. العرضانية ميكرومتر، دائما بكرر لك اسم النسيج المكروي، نسيج المكروي، نسيج المكروي، شو يعني؟ نسيج أبعاده من أبعاد الميكرومتر، يعني إذا بعت قطعته نسيج أبعاده أصغر من هيك ما رح يفيدك، ما رح يصوت. مقدرة فاصلة ميكرومتر، يعني بده نسج أبعاده من مرتبة الميكرومتر مثل الشبكية، غير هيك ما بفيدك. المقدرة الفاصلة العرضانية هي العمودية على جهة الانتشار، بيفيدني فيها قصر أطوال الموجي. كل ما قصر طول الموجي مقدرة فاصلة أعلى. مقدرة فاصلة طولانية هي عبارة عن الدبث العمق تقدر بالمليمتر، تعتمد هنيك على قصر أطوال الموجية، هون بتعتمد على طول الترابط أو ترابط المنبع في مكان ترابط أكبر، فوت العمق أكبر زائد قصر النبضات. كل ما قصرت النبضات أكثر كل ما شو فوتت العمق أكبر، دبث أكبر. تمام. القياس بيعتمد على بقيس انا بهي التقنيه زمن الذهاب والاياب زائد شده الامواج حتى احصل على صوره للنسيج المدروس، صوره عموديه على النسيج المدروس. بحط مرآة مرجعيه، حكينا انا ببعث ضوء ليفين بيروحوا، الليف شاطر الحزمه بيروح ليهون، حزمه بتروح لعند مرآة مرجعيه بنفس المستوي، وحزمه ثانيه بتروح على النسيج تبعي، بعدين بترجع بيتداخلوا سوا بيجوا لهون، انزياح اهدار التداخل وفرق المسير والى اخره. بحسب فرق المسير الضوئي عباره عن المسار الهندسي ضرب القرين في انكسار، لازم يكون لحتى احصل على تداخلات لازم يكون فرق المسير الضوئي اقل من طول الترابط. طول الترابط هو سي على ان قرينه الانكسار بي دلتا اف، دلتا اف عرض الخط الطيفي. طول الترابط لليزر هيليوم نيون اذا كان وحيد نمط 20 سم، اذا كان متعدد الانماط فهو 100 متر اذا كان وحيد النمط. هيك نكون خلصنا على كل شيء بخص الاو سي تي. ضل لي شغله تحتين كيف بتكتب جدا سهلين في تقنية تبع تصوير متعدد الفوتونات، ذكرتها ببداية الفصل لك رح ارجع مرة لأقول الكلام حتى اللي كان نسيانها يرجع يتذكرها. بس قبل ما اختم حابب ارجع اذكر بس بالخط البياني تبع الريزوليوشن والديبث. وفق تزايد العمق مايكروسكوب او سي تي الترا ساوند سي تي مع ام ار اي. وفق تزايد مقدار الفاصلة سي تي ام ار اي الترا ساوند او سي تي ومايكروسكوب. في عندك شغلة نسيت اذكرها مع انك كاتبها، انه شو ليش هي مفضله الاو سي تي عن هدول اللي قبلها؟ لانه بدون تماس، هي بتحصل بدون تماس، ما بدها مستحضرات تباين. شو يعني مستحضرات تباين؟ استخدم السي تي بالفصل 5، يعني انا حط مستحضرات تباين بحيث انا زيد المقدار الفاصل، فهي ما بدها مستحضرات تباين ولا شيء، يعني تخيل انا اقعد هالشبكيه قبل ما اصور. زائد هي مامونه، يعني هي تحصل تماس لا بدون تماس، تباين ما بدها مستحضرات تباين، غير مامونه لا مامونه. ليش؟ انه ليك طول الموجه تبع شو؟ قليل، يعني بلحنا طول موجة تبعها كبير، يعني طاقتها قليلة، بالتالي هي مأمونة. تمام؟ إذا بتشوف الخط البياني هذا بتشوف إنه هون حاط لك شيء اسمه هاي فريكونسي، يعني عالية التواتر. هون ستاندرد كلينيكال، يعني المرجع السريري. طيب المرجع السريري العمق تبعه أكبر بالألترا ساوند، مع إنه الهاي فريكونسي لازم يكون هو العمق تبعه أكبر. وقت قلت لك سؤال دورة، قلت لك إنه زيادة التواتر بالأمواج فوق الصوتية بصير النسيج عندي شو اسمه تغلغل اقل امتصاص اكبر. فباخذ انا
شو اسمها تواتر نص نص معياري اللي هو شو من مرتبة الميجا هرتز. هاي بس رح تتذكرني فيها بالفصل 15 و17. هلا هيك بنهي القصيدة حاجة.